مرحبا فيكم بفيديو جديد، وهالمرة فيديو أكلات رأس السنة. جبت كتير أكلات من عدة محلات، حطيتهم هالكيس وخلونا نفتحهم قدامكم ونفرجيكم شو جبنا. شيبسات، كاتشب، شوكولاتة دمك. الشوكولاتات رح نحطهم بهالعلبة، كيت كات. والنوع الثاني هذا النوع كمان كتير طيب، ما تستقلي فيه ابدا. كيت كات، كورن فليكس، نسكويك، بسكوتي، كراكر، بزر دوار الشمس للسهرة، بزر أبيض للسهرة، كولا، صودا بالأناناس، علب عصير فواكه، وبقيان عنا الشيبسات، عروض الليز. هدول أحلى شي صوت فتحهم، تعالوا نسمع فتحهم، متأكد كامل نسمع صوتهم. مثلكم شايفين أربع نكهات، نفتح الثاني كمان، نصف صفر. نفرجيكم التجميعية شلون صارت. شو أكتر شي حبيته يا جماعة؟ اكتبولي بالتعليقات. مع السلامة.